كانوا يجيبوا المحابس هنا ويعذبوهم، كاين اللي يقتلوهم حيين يديروا لهم الباش ويقتلوهم حيين، ولكن على حسب ما نسمع انايا ويقولوا تقريبا 4000 اللي موتا هنا. ومدافنينهم كاع في كل بلاصه هنا. هذه كانوا يتراهنوا على الناس اللي كانوا كيما علي باي بو بكر هذا، داروا له المساسيك تاع القاطعين هذوك على حسب الشعر تاع راسه، التعذيب يظلوا يعذبوا ولا شيء يقول له ما حفروا طراشي، يحفروا طراشي تجي البالا تردمهم حيين. انواع التعذيب كل فيه انواع التعذيب، كانوا يطلقوا عليهم كلاب عندهم، واحد هذا بالقاسم بوراس بالقاسم هذا حتى جبدنا ظهرنا معاه الكلبه هذيك اللي قتلها ما طلقهاش حتى مات. المرحله الاخيره من الاعتقال هي تلك الفتحه التي وجدت عمدا حتى يحاول المعتقل الفرار، وعندما يفر في مساحه متراميه من السهل تكون الفرصه للجنود الفرنسيين لكي يمازحوا انفسهم عن طريق القنص بالسلاح في اخر مرحله للقضاء على هذا المعتقل. استفاد مؤخرا من مشروع لعمليه ترميم في اطار البرنامج التكميلي بما يحفظ هذا المعتقل كرمز من رموز الجرائم الاستعمارية، وهو مثال حي على ما فعله الاستعمار في حق الجزائريين بمنطقة تسمسيك.